सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं ना कहीं ना। रुक यार सर। في هذا الفيديو سوف نشارك معكم آخر أخبار بوليود، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. لقد قامت مؤخرا بعض الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي عبر موقع تويتر، تيك توك ويوتيوب بنشر أخبار عن وفاة الممثل الهندي الشهير تايجر شروف ابن الممثل المخضرم زكي شروف. وهو الخبر الذي كان بمثابة صدمة لمعجبيه وأحبائه، وقد كان الجميع يتساءل إن كان الخبر صحيح أو إشاعة، حيث أنه لحسن الحظ كان الخبر زائفا تماما ولا أساس له من الصحة. كما أنه على الرغم من أن النبع قد هز موقع التواصل الاجتماعي، إلا أن تايجر اختار عدم الرد على هذه الشائعات، خاصة أنه مشغول حاليا بفيلمه الجديد والذي سيجمعه مع الممثل أكشاي كومار باسم بادينيات شوتينية. ومن جهة أخرى تصدرت ممثلة بوليود كاترينا كيف عناوين الصحف الهندية بسبب شائعات حملها من زوجها الممثل فيكي كوشال، خاصة أن الممثلة كانت تبتعد عن الأضواء وتتجنب المصورين الذين أضافوا الوقود إلى النار. ووفقا للتقرير الجديد نشرت بعض وسائل الإعلام بأن كاترينا سوف تخطط لطفل رضيع فقط بعد إصدار فيلمها جيلي زارا الذي سيجمعها مع النجمتين بكبد كون وعليا بهت، حيث أنه حسب نفس المصدر فإن كاترينا قد أخبرت إحدى صديقاتها أنها ستخطط لطفلها الأول بعد الانتهاء من تصوير أفلامها معلقة. سأخطط لطفل رضيع فقط عندما أنتهي من تصوير أفلامي. ईद मुबारक।